السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما في صحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيت لكم بفيديو جديد باش نهضر لكم فيه على واحد الزيت اللي هو زوين وتزوين بزاف، والثمن ديالو كذلك مناسب. هو زيت من الزيوت الطبيعية. أكيد أنا دائما كنفضل الزيوت الطبيعية اللي ما فيهاش المواد الكيميائية، واللي هي زيت اللوز الحلو. كنأكد على زيت اللوز الحلو وماشي زيت اللوز المر. اذا غادي نتكلموا على هاد الزيت اليوم، غادي نتكلموا على جميع الفوائد ديالها وكيفاش نقدروا نستعملوها لبشرة الوجه والجسم والشعر والرموش. يعني عندها بزاف ديال الاستعمالات. اليوم غنهضروا على كيفاش نقدروا نستغلوا هاد الزيت هذه لجميع يعني انحاء الجسم والشعر كذلك، والاظافر فهي مزيانه حتى الاظافر كذلك. خاص غير نعرفوا كيفاش نستعملوها، ويعني الطريقه باش غنستعملوها، ومعاياش يعني المكونات اللي غادي حاجه اللي نستعملوها. خاصكم تعرفوا تعرفوا على زيت اللوز الحلو هو انه زيت كيتميز باللون ديالو. يعني باش تفرقوا ما بين زيت اللوز الاصلي وزيت اللوز الحلو المغشوش، فزيت اللوز كتميز باللون ديالها اللي هو جون بال، كما كيبان لكم فاللون ديالو واضح جون بال، يعني واحد الصفر اللي خفيف. هو زيت خفيف، التركيبه ديالو خفيفه، يعني فاش كتوضعيه على البشره ديالك دغيا كتمتصطو البشره وكتستافد منه، ودغيا كتشربو البشره. ماشي زيت اللي تقيل بحال مثلا زيت الخرواع او زيت الكوك، فهادوك زيوت تقال وما كيتمتصوش من طرف البشره، يعني بسرعه كيبقاو فوق البشره، وخصهم وقت شحال باش يتمتصوا، في حين ان زيت اللوز اون فوا كتوضعيها كتمصيها فهي كتمتصها البشره. كذلك باش تميزوا زيت اللوز الحلو الاصلي، فهو كيتميز بالرائحه ديالو، يعني عنده اون فوا كتاخدي واحد القطره بحال هكا وكتشميها كتلقاي فيها رائحه اللوز، يعني كيتميز باللون والرائحة. فهو كده واحد الزيت اللي كيوالم البشرة الجافة أو شديدة الجفاف بحال البشرة ديالي أنا، بشرة جافة سواء ديال الوجه أو ديال الجسم، فهو كيوالم البشرة الجافة بزاف إلى شديدة الجفاف، وما كنصحش به الناس اللي عندهم البشرة الدهنية. الناس اللي عندهم البشرة الجافة فهو إفيكاس، ما تعكزوش انكم اول تاخدوها حاجه وتشربوها. الفوائد ديال زيت اللوز على الوجه، الفوائد ديال زيت اللوز على الوجه راه صراحه شي حاجه هائله، شي حاجه زوينه زوينه بزاف. عنده بزاف ديال الخصائص، فهو كيفتح البشره، يعني الناس اللي عندهم البقع ديال بقع داكنه او تصبغات او كلف خفيف يعني حديد، او كذلك البقع اللي كينتجوا على حب شباب اي لاكني، فهاد الزيت هذه كتقلل من هادوك البقع او من هادوك لي طخاس، زيت مفتحه للبشره. لذلك الناس والسيدات اللي عندها اللي كتعاني من عدم توحد لون البشره، فانا كنصحها بزاف بزاف باستعمال زيت اللوز، يعني ضروري تبقى دهنو خصوصا بالليل، يعني دهنو بالليل، فمع المداومه غادي تبان لكم النتيجه، وغتبان لكم واحد الاشراقه فعلا، واحد النضاره في الوجه ديالكم. الوصفه اللي غادي نعطيكم، الناس اللي عندها البقع في الوجه او لا نقط اللي كما قلت ديال حب الشباب، فهاد الوصفه افيكاس. غادي تاخدي زيت اللوز الحلو، يعني معلقه تقريبا ديال زيت اللوز الحلو زائد بودره ديال الحليب، معلقه ديال بودره الحليب او اللي كنقولوا له نيدو، زائد معلقه ديال عسل النحل، واللي ما عندوش حساسيه اكيد الليمون الحامض فياخذ، يزيد بعد الكل حتى كيتجانس، وكتوضعيه على الوجه اللي هو نقي ومغسول ونظيف لمده ديال 20 دقيقه حتى كينشف، ومن بعد كتغسلي وجهك بالماء الدافئ، ومن بعد كتغسلي وجهك بالماء البارد باش يتسدو هذوك المسام. وانا كنفضل حتى ملي كنسالي كاع لي ماسك كنرش ماء الورد الطبيعي، هذا ماء ورد بلدي مقطر، دائما عندي 100 ml دائما عندي في الثلاجة، يعني كيكون بارد باش اون فوا كنسالي لي ماسك ديالي كنرشو على وجهي، منه كيستافد وكيعطي حتى هو نضارة، وكذلك كيسد
المزيان. ثاني وصفه الغزالات ديالي اللي تقدروا تستعملوا فيها زيت اللوز الحلو هي انكم ممكن تستعملوا غوماج، فهو كيعمل على تجديد الخلايا الميته وكيعطي واحد النضاره واحد الاشراقه للبشره الوجه اللي ما تقدروش تصوروها. فتقدروا تستعملوا غوماج مع يعني تاخذوا زيت اللوز الحلو مع السكر يعني حبيبات او سكر سنيده، تخلطوهم وديروا بهم حركات دائريه، ومن بعد تغسلي وجهك. فصدقيني غادي تحصلي على واحد النتيجه اللي هائله، وغادي تحسي بلابو ديالك فريمون رطبه رطبه، يعني غترطب لك مزيان وغتحسي بها بحال لابو ديال لي بيبي. ثالث حاجه او ثالث فائده لهذا اللوز هذا باردون لهذا الزيت اللوز الحلو، فهو معالج للهالات السوداء بواحد الطريقه يعني روعه، بواحد الطريقه اللي تريزي فيكاس. يعني الناس اللي عندهم الهالات السوداء فانا كنصحهم 100% انهم يستعملوا زيت اللوز تحت العينين ديالهم، او علاش لا حتى الوجه كامل، ويركزوا على منطقه ديال السواد تحت العينين. هذا اللوز هذا زيت اللوز الحلو فهو مبيض ومفتح للهالات السوداء وكيقضي عليهم بواحد الدرجه اللي ما تخيلوهاش. طريقه الاستعمال، غادي تاخذي زيت اللوز وغادي تدهني، ولكن بشرط ما تتعرضيش نهائيا لاشعه ديال الضوء نهائيا، حتى البورطابل او التلفازه، او يعني تستعمليه مباشره قبل النوم. اون فوا تحطيه على وجهك تمشي تنعسي، ما تشدي لا بورطابل لا حتى شي حاجه، وتخليه حتى الصباح وتغسلي الوجه ديالك سواء بالصابون او الجل اللي كتستعملي للوجه. فمده اسبوع غادي تبان لكم النتيجه اللي مبهره فعلا فعلا. اوكي، رابع حاجه او رابع فائده لزيت اللوز الحلو، فهو مرطب قوي قوي للبشره الجافه او شديده الجفاف. فهو زيت اللي كيدخل الجلده كما قلت في اول فيديو بسهوله، دغيا كتمتصوا البشره، فهو كيحميها من التجاعيد وكيحافظ على شباب البشره، يعني دائما كيخليها نضره. يعني الناس اللي كيعانيو من الشحوبيه ديال البشره ديالهم، او كيحسوا بان البشره ديالهم ولات بال، الوجه ديالهم ولا دابل، ما فيش ديك الاشراقه وداك اللمعان، ما عليه الا يستعمل زيت اللوز. طريقه الاستعمال، كتاخذي بعض القطرات من هذا الزيت هذا وكتسخنيها في يديك، كتفركيها شويه حتى كتسخن، وكتعملي بها واحد المساج للوجه بطريقه دائريه. يعني كتاخذي ديك القطرات ديال الزويته كتسخنيهم هكا، وكتبداي كديري مساج لبشره الوجه ديالك بواحد طريقه دائريه، يعني جوج مرات ثلاثه المرات في الاسبوع، ومع المداومه غادي تبان لك الاشراقه في الوجه ديالك. كنصحكم السيدات تهلاو في لابو ديالكم، تهلاو في الوجه ديالكم. دائما هاد الزيت هادي كدهنوها بالليل، ممنوع ديروها بالنهار، ممنوع ممنوع. يعني الا غادي تستعمليها تستعمليها بالليل قبل النوم، ما تعرضيش لاشعه الضوء نهائيا، وتعملي بها كما قلت حركات دائريه، يعني من تحت الفوق، مساج من تحت الفوق. فراه والله العظيم من بلاتي الا كيخلي البشره منوره ومضويه وفيها واحد لابغيونس، وكتحسي بها فريمون خفيفه ورطبه. اوكي، خامس فائده لهذا زيت اللوز الحلو، انك تقدري تستعمليه كذلك كمزيل للمكياج مثلا مع ماء الورد. كتاخذي قطرات من زيت اللوز الحلو مع قطرات من ماء الورد، كتخلطيهم بحال هكا في شي اناء او في شي طويصه صغيره هكا، شي طبيصيل، وكتاخذي المزيل للمكياج يعني القطن، وكتديري به كتستعمليه كمزيل للمكياج اي ديماكيون، فما كاين ما احسن من المواد الطبيعيه، وتكوني يعني تناي حتى من هذاك مزيل المكياج اللي كنشريه وكيكونوا فيه مواد كيميائيه. فانا هذا هو مزيل المكياج ديالي اللي كنستعمل بيرسونيلمون. وخاصكم تعرفوا انه كيحتفظوا عليه من الحراره، الا ضروري تحتفظي عليه من الحراره ومن اشعه الشمس، فما خصش يكون متعرض لاشعه الضوء، متعرض لاشعه الشمس. فانا هذا دائما عندي في واحد البلاكار اللي مسدود، يعني مظلم ما كيوصلوش الضوء، وواحد المكان اللي كيكون بارد، ما كيكونش سخون بزاف، يعني شي بلاصه سخونه بحال مثلا نقولوا الكوزينه، وهذا ما خصوش يكون في بلايص سخان، ما خصوش يكون في بلايص اللي كتوصلهم اشعه الضوء، سينو كدوروا عليه واحد سكوتش اللي اللون ديالها غامق، سواء في النوار او لا في الماغون او لا شي بلاستيكه هكا
تكون الخصائص ديال زيت اللوز الحلو على الشعر. فانا هاد زيت اللوز الحلو كنستعملها دابا 4 شهور، والحمد لله كنحس بلابو ديالي، يعني الوجه الجسم وكذلك الشعر، فالحمد لله الوجه ديالي كنحس به مغذي مرطب، وكذلك الشعر ديالي فهو عطاني واحد لابغيونس للشعر اللي زوينه ورطب ليا حتى الزغبه ديالي، يعني اللي عندها الشعر مثلا كتصايبو بالسشوار وهذا وكيبقى منفوخ ليها، فانا كنصحها تستعمل هاد الزيت هذا. وكذلك اللي عندها شعرها باهت وما فيش واحد اللمعه فكنصحها بهاد الزيت هذا، فهي كترطب وكتغذي الشعر. كاين جوج ديال الطرق باش تستعملوها، اما تستعملوها يعني كحمام زيت، كتشديها وكتدهني بها الشعر ديالك كله من الفوق لتحت، والناس اللي عندهم غير الاطراف اللي ناشفه والفروه ديال الراس عاديه او دهنيه فكنصحهم انهم يبعدوا على الفروه ديال الراس ويبداو غير من الاطراف، اما اللي شعر ديالو كله جاف فمن فروه ديال الراس حتى لتحت يعمل واحد الحمام ديال الزيت، يعني يعمرو مزيان بالزيت، يدهن 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 مزيان، ومن بعد يدير واحد الماسك اولا يدور عليه البابي سولفان يخليه على الاقل واحد ساعتين، ومن بعد عاد يغسل الشعر ديالو. واللي ما بغاش يستعمل هذه الطريقه هذه فممكن يستعمل زيت اللوز الحلو كسيروم، يعني من بعد الدوش ديالك دهني به الشعر ديالك، وهو صراحه هو باش كندهن الشعر ديالي هاد المده هادي فلقيت عليه واحد النتيجه اللي رائعه. اما كتستعملي حمام زيت اما كسيروم من بعد الدوش، فاش كتسالي الدوش ديالك كدهني على الشعر وهو باقي فازق، من الاحسن يكون مازال فيه الماء باش يمتص ويستفد اكثر من هاد الزيت هادي، احسن من حتى ينشف عاد باش دهني ليه. ودابا نشوفوا الفوائد ديال زيت اللوز الحلو على الجسم. فاول حاجه اللي كنصح بها بزاف 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 هي ان هاد زيت اللوز هادي، زيت اللوز الحلو، فهي خطيره للتشققات البطن، يعني السيدات الحوامل انا وبقي الله يعني يبداو في الحمل ديالهم كنصحهم يبداو يدهنوا الكريشه ديالهم بهاد الزيت هادي كما كنت كنعمل انا، فهي كتحميكم من ظهور تشققات البطن، يعني السيدات اللي عاد حملوا وخايفين من هذيك التشققات، فإلا استعملتوا زيت اللوز يعني من الاشهر الاولى من يعني مبكر وانتم كدهنوا البطن ديالكم راه ما غاديش تكون عندكم تشققات نهائيا. ايضا كما سبقت وذكرت فهاد الزيت هادي اي زيت اللوز الحلو فهي كتفتح المناطق الداكنه اللي كتكون عندنا بالجسم بحال الركب بحال الكوعين بحال بين الفخذين، كيكونوا شي مناطق اللي بسبب الجفاف كيولي اللون ديالها اسود، داكشي علاش دائما كنصحكم ترطبوا الجسم ديالكم باش ما تجفش وتولي عندكم الكحوليه او شي بلايص داكنين في الجسم ديالكم. كيف تفتح المناطق الداكنه في الجسم وطريقه الاستعمال ديالو، كتاخدي يعني معلقه ديال او الكميه اللي غادي تقدك من هاد الزيت هادي زائد سكر زائد زيت الزيتون، كنخلطوا الكل وكن صافي. من بعد ما كتعملي غوماج لهذوك المناطق من بعد كتاخدي لادوش ديالك، ومن الاحسن فاش تسالي دهني الجسم ديالك كله بهذا الزيت، انا هذا هو الزيت باش كندهن الجسم ديالي، فهو مازال مبلل باش اولا ان لابو كتشرب اكثر وكميه اكثر، وكذلك باش ما كنستهلكوش منه واحد الكميه اللي كبيره، مع لابو كتكون هكا مبلله دغيا غير بكميه صغيره كدوز تقدري دوزها على منطقه كبيره. كذلك تقدري تعملي به ماسك للجسم، فهو كيفتح المناطق الداكنه، وطريقه الطريقه ديالو هو انك تاخدي زيت اللوز الحلو زائد زيت الزيتون زائد عصير ليمون زائد دقيق الذره او المايزينه، كتاخدي يعني من بعد ما عملتي هذا الغوماجي الكل وتخليه على الجسم 30 دقيقه تقريبا حتى كينشف وتغسليه، فهذا كذلك واحد الماسك رائع للجسم، يعني المناطق الداكنه وكيفتحها يعني 100%. كذلك زيت اللوز فهي مفيده بزاف 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 الناس اللي عندهم الرموش ديالهم خفيفه واللي كيتمنوا يكون عندهم هكا رموش كثيفه، فانا كنصحهم يستعملوا زيت اللوز الحلو. طريقه الاستعمال هو انه الا كان عندك ماسكارا ديجا كنتي كتستعمليها اخوات فكتاخدي غير هذاك لو تيوب ديالها كتغسليه كتعمريه بزيت اللوز وكتبقاي دهني الشفران ديالك كل ليله، ومع المداومه غادي يوليو عندك يعني شفار
تارين وقويين، فهو كيعطي للشفار واحد الفوليوم وكيخلي الشفار ينمو، يعني يكون النمو ديالهم سريع وكثيف. كذلك فهو مفيد بزاف للاظافر والناس اللي عندها مشكل ديال هشاشه الاظافر، او ان الاظافر ديالها ما كينمو ما كيكبروش بسرعه وكيتهرسوا دغيا. فانا كنصحهم يستعملوا زيت اللوز الحلو. الطريقه هو انهم ياخذوا زيت اللوز الحلو مع زيت الزيتون ويخلطوه مع عصير الحامض ويبقاو يدهنوا، يعني يحطوه هكا بحركه دائريه على الاظافر ديالهم يوميا. الى عجبتكم الفيديو واستفدتوا منها ولو معلومه واحده، كنتمنى تشتركوا في القناه وتخليوا لايك وتبارطاجيو علاش لا مع الناس اللي غادي يفيدهم هذا الفيديو. ونخليكم على خير حتى نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.